اهلا بحضراتكم من جديد. تعادل ايجابي للنادي الاهلي ونادي الداخليه، هدفين مقابل هدفين، والاهلي الى النقطه 24 والى المركز السادس مع طلائع الجيش. يعني خسرنا نقطتين، خسرنا احمد فتحي هتناقش مع ضيوف الكرام في سبب نتيجه المباراه. ارحب بيكم مره ثانيه كابتن عادل، يعني شايف الماتش ازاي بشكل عام قبل ما نتكلم في تفاصيله الفنيه؟ واضح من الاداء النهارده، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه واضح من اداء النهارده انه بدايه الهجمه اللي احنا متعودين عليها دايما، ان الهجمه دايما بتبدا من شريف من خط الظهر زي اي فريق في الدوري، حتى فريق الداخليه بيبدا من تحت، حاجه يعني طبيعيه جدا. حته فقدان الثقه انا شايف انها موجوده، حتى في بدايه التحليل النهارده لما قلنا مفروض ان احمد فتحي وعلي معلول يمكن محمد يوسف مش عايز يجازف بالاثنين عشان ما يبقاش في حد منهم مصاب. الحقيقه يعني انا يعني بستغرب جدا ان احمد فتحي بعد مرور اكتر من شهرين وشويه والاصابه بترجع له تاني، برضه قلنا الكلام ده من 4 أو 5 شهور وان هناك في خلل في حاجه في الجهاز الطبي. انا الحقيقه انا مش ممكن اصدق ان في لعيب بعد شهرين ونص كان في اصابه والاصابه لازالت موجوده. خلينا نتكلم يا كابتن عادل. الحاجه الثانيه انه النهارده وسط الملعب السوليه وهشام في يعني خارج الخدمه، مفيش حته الترابط اللي بينهم، مفيش الجهد، مفيش الكرات المشتركه والالتحامات اللي المفروض لعيب النادي الاهلي بيتميز بيها. ده ما يمنعش ان احنا في يمكن 3 كرات في العارضه، في كرة لأزارو جنب العارضة، لكن مش أداء النادي الأهلي. يمكن التغييرات لما نزل علي معلول ابتدينا نحس إن هناك في خطورة من الجنب الشمال، ويمكن الهدف جه من أحد الكرات من الجنب الشمال من إسلام محارب لناصر ماهر للشيخ، حصل منها الهدف، ثم خطأ فردي من أحمد علاء. ومش عايزين برضه يعني نقضي على الولد لسه في البداية، لكن الخطأ ده يعني لازم يتعالج. وقلنا مرة واثنين وثلاثة احنا في النادي الاهلي محتاجين قلبي دفاع، النادي محتاج قلبي دفاع اكيد ضروري أكيد. لان احنا في الفترة ديت الحتة دي اللي بيجي منها الاهداف محتاجين تأمينها تأمين المفترض انه في نادي كبير زي النادي الاهلي.